ايه اهم المشاريع اللي ممكن لو انا جيت لحضرتك وقلت لك انا عندي مبلغ صغير وعايزه ابدا مشروع، حضرتك هتوجهني لايه بخبرتك؟ هقول هاي كل ادوات المعمار من اول الفرشه الصغيره للمسطرين، كل التولز، كل العده دي، كل الاكسسوارز بتاعت الموبايلات، كل الاكسسوارز بتاعت السيدات. انت النهارده بتستوردي الابره، يعني عارف اقول لك الموضوع ما هوش محتاج النهارده انت بتستورد الزرار، بتستورد الاستيك، يعني في الاخر ما هوش محتاج اجي اقول لك اصل خدي بالك بقى ده انت ده بتستورديه، لا انا عايز اقول لك من دلوقتي تستوردي كل حاجه. ده واقع الامر اللي احنا فيه. فاذا النهارده الموضوع ما هوش صعب، الموضوع سهل بس عايز اراده. انا النهارده اصلا مستثمر وعندي مصنع واثنين وكل الحمد لله، انا بدات في ورشه 120 متر، طب انا ما وقعتش 100 مره قبل كده وخسرت وبقيت فعلا مش لاقي بعدين قمت وهكذا. ما هي الفكره هنا اللي حضرتك يخش عندك الاستعداد او القدره على التحمل ده في غيرك، هو اخره لو وقع الوقعه مش فيمكن عشان كده بيبقى عايز كل الضمانات. لا خلاص يبقى موظف بقى. لا ما هو انا بس عشان نتكلم برضو كلام فير يعني عادل بقى، اللي عايز يشتغل بيزنس يبقى عنده استعداد للمخاطره انه يقع يقع ويقوم، صبور. انما النهارده لو انت بتقول لا والله انا عايز كل حاجه امنه 100%، هو مفيش حاجه امنه، وعايز اشتغل وما اوقعش، ولو وقعت انا بقول لك هو من دلوقتي مش هقوم. الله، طب ما تروح اشتغل موظف بقى خلاص. نصيحه إيه اللي خليك عايز تعمل بيزنس؟ اللي بيسمعونا النهارده في اخر الفقره تقول لهم ايه، وايه يحصل على اكثر المكاسب ازاي انه يعمل مشروع ناجح وسريع؟ واحد، حدد المنتج اللي انت هتعمله. وعايز اقول لك من دلوقتي ان 90% من المنتجات اللي موجوده في السوق مستورده. نمره 2، انشئ الشركه. نمره 3، ابعت وتواصل مع شركات المنتجه للماكينات، هتلاقي الماكينات دي 1000 مكنه. نمره 4، حدد 4-5 ماكينات. نمره 5، تواصل مع الاتحاد هيقول لك والله خد بالك المكنه دي كذا، المكنه دي كذا، المكنه دي كذا، المكنه دي كذا. ده فري، مفيش فلوس للكلام ده يعني. نمره 5، شوف المكان اللي هتشتغل فيه. نمره 6، انشئ الشركه فورا. نمره 7، انشات الشركه وعندك المكان هتطلع على جهاز المشروعات او احد البنوك القوميه اللي اسهل، وتقول والله ادي المشروع بتاعي اهو، واللي هيشتري مني اهو، وانا هعمله بالطريقه دي. عارف احنا بيجي لنا عاده ناس كتير جدا جدا بيبقى عنده ايه؟ تخيل مشروع. انما فما تقدريش تديله فلوس لانه هيورط نفسه وهيورط لاي بنك معاه. انما النهارده لو الراجل ده فعلا واضح المعالم، انا عندي اللي هيشتري علي وبينتج بالطريقه دي والسوق بيحتاج كذا ومش موجود وانا هعمله، جاي بدراسه جدوى متكامله وجاهزه والراجل كل شيء مترتب. بشكرك يا باشمهندس جدا، ويا رب نكون فتحت خير على الناس اللي بتسمعنا النهارده، واللي يقولكم ساعدوهم على قد ما تقدروا.